اكبر. عندنا الديره قبل ما نشوفوه لي بان كاين هادو كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل الطريقه يعني كيتسرحوا بهذه الطريقه ما يكونش مكروز وكذلك ما يكونش كبير يعني داك تكون صحيحه بالنسبه للصخر لكن من الداخل ندير هاد كندير الماسك كندير التيبه السلام عليكم. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير. كيف كنعرفوا المحتوى اللي عندنا في السباحة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك المتتبعين تحصلنا على الدرع الفضي. يعني هذا الدرع الفضي العام اللي فات جبناه وبقى ما مفتوحش. اليومين هذا ما تفتحش وغنفتحوه وغنشوفوه جميع. وكذلك هذه المسيرة الرياضية ديالنا ربما الربع ديالها أو الثلث ديالها لأن مسيرة طويلة ولهذا إن شاء الله غنفتحوا هاد الدرع الفضي وغادي نشوفوه لأول مرة أنا غنشوفه كذلك غنشوفه مجموعين كذلك بالنسبة للناس كتسألنا كثير على معدات الغوص يعني كيف دايرين إلا بغينا ناخدهم كذلك معدات السباحة الى بغينا ناخذهم كيفاش يعني وهاد التجربه اللي عندنا وفي هاد المعدات ديال البحر يعني عامه غادي نشوفوها حنا مجموعين باش الانسان اللي بغى يشري شي حاجه يشريها يعني وهو مقصد ما يبقاش يشري كل حاجه هذه تصدق هذه ما تصدقش ولا هذه ما نعرفهاش وكذلك كاين شي ملابس هي كتغلط مثلا السيرف مع السباحه كيتشابهوا وهذا السؤال كيجينا كثير الناس ما كتعرفش ما بين السيرف والسباحه وهي مساله بسيطه وكلمه بكلمه واحده غادي نفهموا ان شاء الله اذا غادي نمشيو نشوفوا وحده من الاسماك وغادي نشوفوا جميع هذا الماتريال ومن بعد غنشوفوا هذا الدرع الفضي باذن الله عندنا الدرع قبل ما نشوفوه يعني غنشوفوا الناس يعني المتطلبات ديال الناس اللي كتبغي تسبح في الجو بارد وكيبغاو لي كومبين فايدي بهم ما كيلقاهمش او كياخذوا ديال السيرف بلاصه غياخذوا ديال السباحه اذا غنعرفوا باللي كومبين ديال السباحه يعني بطريقه عمليه هذا هو الكومبين ديال السباحه كيكون ليست بحال الشكل ديال البنو يعني الشومبرير ديال شوف كيبان كيجليسي في الماء لكن ديال السيرف هو شكل اخر ديال السيرف كيكون بحال هذا الشكل بحال الداخل ديال شوف كيكون توب وهداك هاد التوب الا كان هنا برا يعني ما عنده حتى دور في السباحه فقط كيكون يسخن لكن كيسخن الجسم لكن باش يجلسي ما كيجلسيش وكذلك ديال السباحه كيكون 3 ملم هنا السمك ديالو 3 ملم ما كيكونش يعني غليظ بزاف وكذلك الا خديناه ناخذو يكون يعني على قدنا كاين الاس الام يعني على حساب الطاي اللي عندنا ولا قيسو خصني نقيسو ويكون لاصق عليا لاصق وفي نفس الوقت يدي يكونوا مسرحين بهذه الطريقه يعني كيتسرحوا بهذه الطريقه ما يكونش مكروز وكذلك ما يكونش كبير يعني يكون لاصق على الجسم ديالي ولما نبغي نلبسو بهذاك البرودوي فازلين هنا خصوصا هنا في العنق ديالي وكيقدر ندير هنا في البلاصه اللي كتحرك بزاف وهنا لكن العنق هو اللي مهم يعني كنمشي كنحرك العنق ديالي بزاف اذا قلنا ليست والثمن ديالها كيتراوح خصوصا هاد لي مارك اللي مزيان بحال اوركا ارينا لي مارك اللي كاينين
يعني من 2000 درهم والفوق. بالنسبة لهنا كاين هنا في المغرب كاين واحد انسان كيبيع ويشري يعني في هاد لي كومبين. العام اللي فات مشيت عنده وشفت السلعة وبانت لي السلعة فعلا أصلية، تتأكدت منها ودرت لها إشار والناس تقدات من عنده، يعني خدات من عنده ديك السلعة. والآن كاين واحد يعني الآن كذلك غنمشي نشوف شي سلعة عند يعني واحد الأخ، ما عرفتوش أنا شكون، لكن غنمشي نشوف السلعة ونشوف المعاملة ديالو ونتأكد من السلعة ونلونسيها الناس هذيك الساعة إن شاء الله ياخدوها، لأن الطلب عليهم كثير. ركزوا معايا أكثر، لأن الناس كتشري بدلة على أساس بدلة السباحة وهي ديال السيرف، يعني بهذا الشكل كتكون توب ما كتكونش بحال الكواتشو بحال الشومبرال من برا، وكذلك كتكون فيها دوك السناسل في مناطق كثيرة. أما بدلة السباحة كتكون فيها سنسلة الوراء فقط وكتكون بريو، فيها واحد البريو وراه كيبان لكم كيف كنشوفوا. هاي مقارنة فيما بينها. هذا فيما يخص بدلة السباحة. كذلك كاين هاد لابوي، هاد لابوي هي مهمة يعني كتنفعنا بزاف. أنا كنكون دايرة في البحر، أنا غادي كنعوم وكتكون كتحميني بلا ما نشعر أنا. علاش؟ لأن كيدوزو من حدايا فليك، باطوات، لي جيتسكي، غير مجرد كيشوفوها كيعرفوا بأن كاين الخطر. وأول خطر كيتعرضوا ليه صحاب يعني القوارب هو الشباك، يعني كيخاف هذيك لاليست اللي كدور دور لي على الشباك، يدور لي على ليست ويولي في مشكل. وكذلك يقول ربما كيكون شي واحد كيعوم، يعني كتكون كتاثيري، يعني هذا اللون كيديروا هذا اللون على قبل يعني باش نبانو من بعيد. وكذلك غندوزو دابا الغطس، كومبين ديال الغطس هذا، يعني بدلة الغطس يعني كتكون بهذا الشكل. اول شيء كاين بدلة الغطس اللي كتكون توب من الداخل ومن برا، توب من الداخل ومن برا. ومن الاحسن ناخذ تكون توب من برا اللي كتكون شاده، كتكون صحيحه بالنسبه للصخر، لكن من الداخل تكون ليست، يعني بهذه الطريقه. هذه كتكون كتلبس بشامبوان، لما كنلبسها بشامبوان نقدر نبقى اكثر، نقدر نوصل حتى لتسعود السوايع، يعني حساب الاستطاعه ديالي الا كنت يعني كنصبر في يعني في الماء ومتريني تسعود السوايع 10 السوايع والجسم ديالي ما يطيبش. لكن الا كان توب من الداخل الجسم ديالي غير ساعتين بهذه البدله الجسم ديالي يطيب، لان الاخرى كتكون كتلبس اللي كتكون توب من الداخل كتلبس غير بالبلاستيكه بالميكا، وفي بعض الاحيان كيديروا الزيت باش ما كيطيبوش. علاش؟ لان حنا دوزنا مراحل في هذا الشيء، كنا نغطسوا وكنبقاو سوايع بزاف وكنخدموا في الغطس. لما كتكون توب من الداخل والانسان خصوصا من اللي كيخدم يوميا راه يعني راه الجسم ديالو كيطيب، لكن يعني كتنفعنا. وكتكون الا بغينا تكون تحمينا من البرد كثر كتكون 7 ملي، يعني 7 ملي هنا في السمك ديالها، وتا هي فيها لي طاي، فيها 2 3 4 5 وهكذا. يعني هذا السالوبير. وكاينه البدله اللي كتكون الفوق هي هذه، لكن بهذه البدله لما كتكون هذه البدله ما يمكنش ليا ننزل الا ما كانش يعني تقل، والتقل هو هذا الشكل. يعني كيف كيقولوا الغطاسه والحريفيه، كل كيلو كيساوي 10 كيلو فينا حنا، كل كيلو مثلا 8 كيلو خصني ندير 8 البلاكات وهكذا. كذلك على حساب كله وكيفاش كيخدم. مهم هاد الثقل ضروري كيكون باش كنزل يعني بهاد الكسوه. كذلك كاين القفازات، هادو كينفعونا بطبيعه الحال، يعني كينفعونا في كيكون الشوك كيكون بزاف بالنسبه للغطس. كذلك كاين السكين، السكين هو ضروري من طبيعه الحال البحر ضروري. كذلك
جوارب اللي هما تقاشر حتى هما كينفعونا. يعني الانسان لما كيدخل البحر، شوف بحال هاد الماتريال هذا، الانسان اللي كيدخل البحر كيخصو ماتريال يكون مزيان. قد ما كان الماتريال مزيان قد ما كتكون الخدمه يعني احترافيه. الان ندوزو لي بان. لي بان كاين هادو، كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل. شحال من واحد غيظن بان غنتكلم عليهم بانهم وحده هذه السباحه وهذه الغطس؟ لا، هادو بجوج الغطس. هاد البالمه طويله مثلا في الفندق كتخدم افضل، وفي الصفو وفي البحر يكون طيح، يعني البحر مزيان. هاد القصيره هادي كتكون ما كيكون ما كيشدش فيها، مثلا كندخل في البحر واعر. انا بالنسبه لي ملي كيكون البحر واعر كنفضل هادي، يعني الا كان البحر واعر يطير لي هاد البالمه من رجلي. اما هادي تبقى شاده وفي نفس الوقت كتكون صحيحه بالنسبه ملي كنوقف على الصخر، كتكون صحيحه. هادو يعني بجوج ديال الغطس ديال السباحه. هاي ديال السباحه، الشكل ديال السباحه، هادو هما البالمات ديال السباحه. يعني كيكونوا قصار، علاش؟ هاد الكبار هادو يعني دي شيرور كلاكاج كيف كنسميو كلاكاج. لما كتكون بالما ثقيله ويلا بديت كنفوت فيها مسافه طويله كيلومتر او جوج، ما كنبقاش نخدم بهم، مابقاش قادر نخدم بهم، كنولي غير نحط رجلي في الماء. اذا ها هو ديال السباحه، هاد الشكل هو ديال السباحه. اذا شفنا هادو ديال الغطس ديال السباحه، وكاينين بالمات هاد الشكل. حنا باقي ما عندناش هاد، كاين كيديروا المانش ديال الانجليز كيعوموا بهاد الشكل وكيعوموا بواحد التيبات، هادشي باقي ما داخلش عندنا، حنا كنعوموا بهم حتى يدخلوا هاد السباحه ان شاء الله. وكاين كذلك البيل، هذا مهم. الشكل طبيعة الحال هاد الماتريال ديال البحر يعني راه ما يعني ما ماشي رخيص. طبيعة الحال دير الثمن بحال كسوة كدير بوشة 3500 درهم، هاد البيل هذا كيدير 1100 درهم، لي بالم الطوال 1300 درهم، وهكذا. وكاين كذلك الماسك، كاين الماسك والتيبة. الشكل الماسك اللي بغيت ناخدو دائما كناخدو بهذه الطريقة، يعني كنحطو في وجهي بلا ما ندير ليها الصمتة، نحطو وكنجبد الدفس، يعني ما كيطيحش. يعني انا بزي التيبة كتخدم بهذه الطريقة. والتيبة هذه شحال من واحد كيمشي غلط، التيبة الدور ديالها، الدور ديال التيبة هو فوق الماء ماشي لتحت، الفوق. الوقت اللي كندير هاد كندير الماسك كندير التيبة وجهي في الماء، وهنا كنتنفس من هنا من الفوق بلا ما كنبقى كل مرة كنهز راسي الفوق ونعاود نهبط نشوف تاني ونهز راسي. لا، كنخلي وجهي، خصوصا ملي كيكون الماء صافي، نخلي وجهي كيبان لي الماء شنو كاين، في نفس الوقت انا كنتنفس هنا الفوق. حتى كنبغي نتقلب ونهبط صافي كتلغى هادي، كتلغى. اذا يعني بعجاله وباختصار يعني شفنا الماتريال ديال البحر. الان غادي ندوزو الدرع لاول مره كيتفسح، لاول مره جبتو داك العام اللي فات، غادي نشوفو ان شاء الله كيدير الشكل ديالو. بسم الله. طبيعة الحال هذا ديالنا جميع، بسم الله. يسرنا تطور منتدى قناتك ونفتخر إنجازاتك المذهلة المتمثلة في الوصول
عدد المشتركين إلى 100,000، لذلك نقدم لك جائزة منشئي المحتوى الفضية. تهانينا، نعلم أنه لديك العديد من القصص الإضافية لمشاركتها مع منتدى قناتك، ونحن على ثقة بأن المعجبين ينتظرون فارغ الصبر محتوى تفاعل مذهل المبدع الذي ستقدمه قناتك. بالتالي ننصحك بمواصلة إنشاء المحتوى ومواصلة بناء المنتدى، ونتطلع بفارغ الصبر إلى إنجازاتك القادمة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معك خلال مسيرتك الإبداعية. ومن يعلم، عندما يبلغ عدد المشتركين في قناتك 1,000,000 مشترك، قد نتواصل معك لنسألك عما إذا كانت ذكرى 100,000 مشترك مطبوعة في ذاكرتك. مع أطيب التحية. الشكل ديالو مكتوب في قارص موني 100,000، مكتوب في الاسم قارص موني. اللهم بارك. هذا فضل من الله. ثم المشاركين، شكرا للجميع. كيف شفنا الدرع هذا جبناه نهار العام اللي فات 2022، 13 سبتمبر شهر 9 ديال العام اللي فات، يعني اكثر من عام، ربما عام و4 شهور او عام 3 شهور. وكيف شفنا الفرق ما بين لي بالم ديال الغطس، يعني نفس لي مارك، لكن كيف كنشوفوا هذه طويله، ممكن تخدم في المصافي وفي البحر يكون طايح، ما يكونش البحر واعر. لما كان البحر واعر يديني انا بحال البالم. هذه كتخدم كيف كنقولوا حنا التكرفس. كذلك تكلمنا على الكومبين، خاص يكون ليس ويكون كيجليسي. كذلك تكلمنا على كسوة ديال البحر، فيها 3 مينيم، 5 مينيم، 7 مينيم. انا كنفضل 7 مينيم لان كتكون سخونة. بحال كي المرة اللي مشينا لهذاك الشاب كنقلبوا عليه، لو كانت عندي 5 مينيم ما يمكنش ليا غنصبر هذاك المدة كاملة، لكن 6 مينيم هذاك في شاطئ طيفور، 6 مينيم اللهم بارك، كنقدر نصبر فيها اكثر في الماء. وهادو لي بالم قلنا ديال السباحه صغار، ومن الافضل انا كنفضل ديال السباحه يكونوا خاوين من هنا، ولكن على حساب الشوك، الناس كتخدم هاد الصباط كتاخد الصباط بهذا الشكل. ومن الافضل الانسان يعوم بلا لي بالم مسافه طويله، بلا لي بالم من الافضل، لانه مسافه لما كتبدا تطول بمسافه طويله كتلغيهم، لانه كيبداو يألموك في يعني في الجسم ديالك، خصوصا في الساقين وكذلك في الفخذين. اذا اليوم شفنا الدرع واستفدنا مجموعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.